نوخل به يا ولد نوخل به يا بوي اي اي اقضب الخضار اقضبه يما يما يا مرا يا مرا خذ الورعان داخل الله يستر علينا يا ويلي ويلا بسرعة امشي امشي تعوذ من ابليس حنا اتفقنا انكم ما توردون الماء انتم ولا حلالكم اي والله يا شيخ اي والله وانا اشهد بس الحلال ذبحها الظما خفنا عليه من الموت كل مواطن في بلادنا وجزء من أجزاء وطن الغالي وعن اهتمامي ورعايتي طلعين جميعا في غد واعد مشرق والدهر بإذن الله تعالى فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى وإحنا كيف نكون اقتصاد أكبر مما احنا فيه اليوم كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا كيف نكون فخورين في وطننا كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي أو على المستوى الحضاري أو الفكري هذا طموحنا وسنقدم نقدم كثير للسعودية وللعالم يا بن سعود الملك لله ثم العبد العزيز الإمام